السلام عليكم أصحاب المعالي والسيادة والفخامة، أيها الشعب العراقي. حلقة اليوم سنركز فيها على موضوع أيضا من المواضيع الاجتماعية السياسية المهمة اللي تشكل فارق في حياة أي شعب من الشعوب. هناك مفهوم يسمى رأس المال الاجتماعي. ما هو رأس المال الاجتماعي؟ رأس المال الاجتماعي هو مجموع العلاقات التي تنشأ أو مجموع العوامل التي تؤدي إلى تعزيز أو إضعاف اللحمة الاجتماعية والعلاقات بين أفراد المجتمع. وهناك كثير من هذه العوامل اللي هي إذا تعززت ستؤدي إلى أن يكون شعب ما يتمتع بعلاقات صحية، وبالتالي يكون أكثر فاعلية وإنتاجا. وإذا ضعفت هذه العوامل ستؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمع نتيجة تفكيك العلاقات. هناك الكثير من هذه العوامل، من عندها ما يتعلق بالقيم المشتركة، المعايير المشتركة، الإحساس بالانتماء أو بالهوية، كلها عوامل غير ملموسة لكنها أساسية في العلاقات ضمن المجتمع. ومن أهم هذه العوامل والتي سنتناولها اليوم موضوع مهم جدا جدا، بل يكاد يكون العامل الأهم في تلك العوامل التي تعزز العلاقات أو تعزز رأس المال الاجتماعي لأي مجتمع، ألا وهو موضوع الثقة. موضوع الثقة يحظى بأهمية مطلقة لدى علماء الاجتماع والسياسة، والسبب لأنه بدون الثقة لا يمكن أن تنشأ علاقات صحية بين أفراد المجتمع. بمعنى الأساس اللي بنيت عليه المجتمعات عندما فكر الإنسان البدائي ابتداء أن ينتقل من مرحلة الصيد إلى مرحلة المجتمعات سواء القروية ثم المجتمعات المدنية، الأساس كان أن يتعاون مع الآخرين. فعندما لا تتوفر الثقة بين فردين أو مجموعتين، آنذاك يصعب جدا التعاون بينهم لإنجاز الأهداف، بل بالعكس راح تنشأ بيناتهم مشاكل تؤدي إلى إضعاف المجتمع. من هنا يعد موضوع الثقة موضوع بالغ الأهمية. والثقة عندنا عادة فيما يخص المجتمع نقسمها إلى جزئين: الثقة على المستوى الفردي والثقة على المستوى السياسي. الثقة اللي على المستوى الفردي اللي راح نركز بيها بالجزء الأول من الحلقة، اللي هي الثقة ما بين الأفراد أنفسهم في التعامل ما بينهم ما بين بعضهم البعض. أما الثقة على المستوى السياسي فهي الثقة ما بين أفراد المجتمع والمؤسسات السياسية التي تمثل وتنظم حركة المجتمع. هذه راح نجيها بعدين. لكن على المستوى الفردي، العراق للأسف من بين أقل دول العالم في مستوى الثقة بين الأفراد. ولهذا الموضوع إلى أسباب كثيرة، لكن خلينا نشوف الآن النتائج التي تترتب على ضعف الثقة الفردية أو بين الأفراد. حتى نناقش هذا الموضوع ونناقش الأبعاد مالته، وياي وياكم اليوم ضيف كريم راح ينضم لنا من الولايات المتحدة الأمريكية،
البروفيسور كارل كانثاير كانثيلر. البروفيسور كارل هو أستاذ العلوم السياسية وعميد الدراسات العليا في جامعة أكرون في أوهايو، وهو متخصص في هذا المجال، ورح أناقش وياه أبعاد موضوع الثقة بين الأفراد والثقة بين الأفراد وبين مؤسساتهم السياسية. ويلكم بروفيسور كارل. أهلا بك البروفيسور كارل، شكرا لاستضافتكم لي. شكرا لك. أنا أعرف أن الوقت لا يزال مبكرا جدا في الولايات المتحدة، وأنا أقدر عاليا مشاركتك في هذا البرنامج. لذلك نحن نناقش سيدة البروفيسور تبعات الثقة المنخفضة. أولا، ما هي أهمية الثقة بين العلاقات الشخصية، وما هي تبعات الثقة بين العلاقات الشخصية على الحياة الاجتماعية في أي شعب؟ هذا سؤال ممتاز، لأن الثقة بين العلاقات الشخصية ربما هي أهم عامل اجتماعي في أي مجتمع، في أي دولة. نحن بحاجة إلى هذه الثقة من أجل أن يستطيع الناس العمل أو التعامل مع بعضهم البعض. يتفكك الشعب عندما تقل هذه الثقة، عندما نرى أمورا مثل عدم تعاون الشعب مع بعضهم البعض وعدم اشتراكهم في التبادل الاقتصادي كما هو الحال عندما تكون الثقة موجودة. نحن نرى مستوى عالي من الفساد عندما تكون هناك ثقة منخفضة. ولشخص مثلي والذي هو عالم علوم سياسية، هذه الثقة مهمة جدا لأنها تحفز الثقة السياسية والثقة في النظام. فقدان الثقة في النظام السياسي لها تبعات عميقة جدا في أي مجتمع، فهذه الثقة مهمة جدا، هي مثل الزيت أي آلة في المجتمع، وإذا لم تكن موجودة فإن هذا المجتمع لا يعمل بشكل صحيح. شكرا كارل. أنا سأقدم هنا البيانات حول الثقة بين العلاقات الشخصية في العراق. طبعا اللي ذكر البروفيسور كارل مهم جدا. الآن راح أخذ من العبارة الأخيرة مالته اللي هي تقول أنه هي الزيت، الثقة هي الزيت اللي يمشي العجلة السياسية في أي مجتمع. خلينا نشوف هذا الزيت وضعه، خلينا نقيج هذا الزيت وضعه في المجتمع العراقي. طلعونا بالله لهذه، شوف الأرقام من 2013 إلى 2018، خلال خمس سنوات شوفوا مقدار التآكل، مقدار نقصان مستوى الزيت هذا الثقة الفردية. كنا 40% الثقة بين العراقيين، صارت 30% بال 2014، نزلت إلى 11% فقط 11% بين أو من العراقيين يثقون مع بعضهم البعض. طيب، وهذا معناته عندما تكون الثقة هكذا منخفضة ستكون العلاقات بين الأفراد علاقات صعبة جدا. مثل ما قال بروفيسور كارل، الزيت ماكو شيء زيت العلاقة، فتكون العلاقة خشنة وعلاقة اصطدام، ويصعب التعاون بين الأفراد. زين، السؤال اللي يطرح نفسه هنا، إذا احنا نعرف هيك أهمية، شنو اللي خلى الثقة، ثقة العراقيين بالآخر تتناقص بهذا الشكل؟ راح نعرض الأسباب، بعض هذه الأسباب، ونناقشها مع الضيف. البروفيسور كارل، ما هي الأسباب لمثل هذا المستوى المنخفض من الثقة بين العلاقات الشخصية؟ ما الذي يمكن أن يكون السبب خلف هذا التقلص
أو هذا الانخفاض في مستوى الثقة بين العراقيين. هناك سببين عامين في الثقة القليلة الأول هي بشكل رئيسي التعليم المنخفض يمكن أن يؤثر على الناس عندما يتعلق الأمر بالثقة بين الناس. كلما كان التعليم منخفض كلما كانت الثقة أقل بين الناس. والسبب الرئيسي هو أن الثقة تبنى أو على أساس التنبؤ للمستقبل. هل تعتقد أن مستقبلك سيكون مستقبلا جيدا أم تعتقد أنه سيكون سلبيا؟ كلما كان لديك تعليم أكثر كلما كنت إيجابيا أكثر حيال مستقبلك. وإذا كنت إيجابيا حيال مستقبلك ستكون قادرا على أن تأخذ المزيد من الاحتمالات. إذن دعني أقدم هنا بعض البيانات التي تتعلق بمستوى التعليم بين العراقيين. كيف أنها انخفضت؟ كيف أن هذا المستوى انخفض؟ يمكن أن تجعلنا نفهم بشكل أفضل هذا الانخفاض في الثقة. خلونا نشوف الثقة بالتعليم أو نقص التعليم. خلونا نشوف لاحظوا هذا أنا عرفته مرة سابقة. شوفوا الجد اللي يلتحقون بمرحلة الطفولة المبكرة يعني برياض الأطفال والهذه فقط 2% من العراقيين. الجد اللي يلتحقون بالروضة مو بالحضانة بالروضة 21%. إشقد يلتحقون بالمرحلة الابتدائية 92%. لحد الآن تبدو الأمور يعني إلى حد ما مقبولة رغم أنه إحنا بس عندنا 8% من العراقيين ما يلتحقون نهائي هذه سنويا بالدراسة الابتدائية. بالمتوسطة 58% فقط اللي يلتحقون بالدراسة المتوسطة. يعني من الـ 92 هنا يوصلون 58%. من ذول الـ 58% فقط ثلث يوصلون إلى المرحلة الثانوية. ومن هذه المرحلة الثانوية أعرفوا شقد راح يطلع من عندهم بحدود 10% فقط اللي يوصل إلى المرحلة الجامعية. فعندنا مشكلة بالتعليم اللي يواجه الأطفال أو اللي يواجه العراقيين. طبعا هذه إحنا هنا فقط دا نحكي عن اللي الالتحاق بالمدارس. إذا عرفنا أن نوعية التعليم والبنية التعليمية المدارس المعلمين المدرسين إلى آخره كلها هناك أرقام سيئة بخصوصها آنذاك نعلم أنه هذا هو واحد من الأسباب اللي تخلي الناس تفقد ثقتها مع بعضهم البعض. لأن كما أشار البروف كارل أنه راح تخليهم نظرتهم للمستقبل هي نظرة تشاؤمية تؤثر على العلاقات فيما بينهم. طيب خلينا نروح على السبب الآخر. ما الذي يمكن أن يكون السبب الآخر أو الأسباب الأخرى؟ الأسباب الأخرى هي تجارب سيئة في الحياة. مثلا إذا ما كان أحدهم لم يعامل بشكل جيد من قبل والديه عندما تمت تنشئته هذا يمكن أن يقلل من الثقة الشخصية. ولكن حتى عندما تكون بالغا بعض البيئة غير الآمنة ومرورك بمثل هذه البيئات غير الآمنة أو مثلا بعض المشاكل الاقتصادية البطالة كل هذه تؤدي إلى انخفاض الثقة لأنها تهز ثقتك بالمستقبل تهز أفكارك كأن هناك أمور ستكون أفضل في المستقبل والأمور لن تكون إيجابية ويمكن أن تصبح أسوأ وأن تكون أنت أقل من الأشخاص الآخرين. شكرا جزيلا سنقف هنا الآن. سأقدم بعض البيانات من أجل أن أبرهن وجهة نظرك فيما يتعلق بالعنف فيما يتعلق بكون العراقيين اجتماعيين أو لا. Of the people of the Iraqi people. خلونا نشوف البروفيسور كارل أشار إلى إنه العنف والتعرض للعنف قد يكون واحد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نقص الثقة في الآخر. إحنا بالعراق نتعرض للعنف؟ نعم بالتأكيد نتعرض إلى عنف. خلونا نشوف الأرقام الصادمة هذه. 80% من السنة في العراق و 67% المجموع عندنا تقريبا أكثر من 70% من العراقيين
يقولون أنه تحدث هذه الأشياء، العنف في الشارع والمشاجرات تحدث دائما، أكثر من 70% من العراقيين تحدث عندهم أو العنف دائم في مناطق التي يسكنون فيها. أكثر من هذا، وإحنا أطفال، أنا عرفت بالحلقة الماضية، شوفونا بلش قد الأطفال عندنا بالعراق يتعرضون إلى عنف. شوفوا اللي ورانا، خلينا نطلع على اللي وراها إذا ممكن. أوكي، شوفوا هنا هذا الرقم الصادم اللي عرفته بالحلقة الماضية، 82% من العراقيين، من أطفال العراق اللي تحت 15 سنة تعرضوا إلى عنف جسدي أو نفسي من قبل آبائهم وأمهاتهم، وأنه تقريبا ثلث أطفال العراق تعرضوا إلى عنف جسدي أو عقوبات جسدية شديدة، مو فقط هذا عنف جسدي شديد. إذن إحنا العنف أصبح جزء من حياتنا في العراق، الأرقام تؤشر ذلك، المشاهدات الطبيعية تؤشر ذلك، وبالتالي هذا هو واحد من الأسباب اللي العلماء يقولون أنها تؤدي إلى تناقص الثقة بين الأفراد. زين، خلينا نشوف سبب آخر غير العنف اللي ذكره هو السبب بروف كارل اللي هو الفساد. خلونا نشوف احنا، طبعا ما يحتاج اطلع هذا الرقم عن جد عندنا فساد بالعراق، بس انتم تعرفون زين انه العراق من بين اكثر الدول في العالم التي تعاني من الفساد. نتيجة كل هذه الاشياء اللي شفناها، طبعا ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك عدم ثقة بالمستقبل، اللي هو قبل شوية اشار لها الضيف، انه واحدة من اسباب عدم الثقة هو عدم الثقة بالمستقبل. خلونا نشوف شنو عندنا عن عدم الثقة بالمستقبل. الفساد يزداد سوء في العراق، شوفوا ايش قد دا يزداد، يعني من تسأل العراقيين راح يكون الفساد اسوأ او يتحسن الوضع في العراق. دائما من 2010 ل 2019 دائما العراقي متشائم بخصوص الفساد، وعندنا ارقام كثيره اخرى تشير الى انه العراقي متشائم بخصوص المستقبل. اذا عدم الثقه بالمستقبل هذه راح تجعل من الثقه بين الافراد تتآكل، ويصبح المجتمع يعاني من مشكلة نقص الثقة، وبالتالي تصبح العلاقات الاجتماعية بين الناس صعبة. أضرب لكم، شوفوا عندنا بحياتنا البسيطة، يقول لك لما أنت تعيش وسط ناس ما تهثق بيهم وما تريد تتفاعل وياهم، سد بابك على نفسك. هذه بالعامية دائما نستخدمها، طبعا هذا شيء يؤدي إلى نقص الثقة بين أو هذا بسبب نقص الثقة، وبالتالي يصبح نقص التعاون بين الأفراد. راح نتوقف عند هذا الحد ونناقش الموضوع الآخر اللي هو يرتبط بالأوضاع الساخنة الموجودة في العراق بانتفاضة العراقيين وتأثير نقص الثقة في النظام السياسي بالعراق على مستقبل العراق. انتظرونا، ابقوا ويانا، الجزء الثاني جايين وياكم، ويانا البروفيسور كارل أيضا باقي. شكرا. We'll be right back.
مرحبا مرة أخرى. إحنا نسجل حلقة اليوم قبل يومين من المظاهرات المرتقبة يوم 25 بالشهر، وهي فرصة أن أكمل ما بدأت في حلقة عرضتها قبل 3 أسابيع عن الأسباب التي أدت إلى خروج الشباب العراقي السلمي في تظاهراتهم ضد الوضع القائم حاليا. واحدة من أهم هذه الأسباب هي موضوع أو هو موضوع نقص الثقة بالنظام السياسي، نقص الثقة بالمؤسسات السياسية. الأفراد عندما يتعاقدون ضمنيا بما يسمى بالعقد الاجتماعي مع الدولة، أكو مؤسسات غالبا هي التي تنظم العلاقة ما بين المجتمع أو أفراد المجتمع وما بين الدولة اللي هي المفروض تمثلهم. هذه المنظمات أو هذه المؤسسات تتمثل بالبرلمان أولا، تتمثل بالحكومة، تتمثل حتى بالمؤسسات الاجتماعية مثل المؤسسة الدينية، تتمثل بالقضاء، تتمثل بمجموعة من المؤسسات اللي موجودة بالمجتمع واللي واجبها ضبط حركة تنظيم وضبط حركة المجتمع حتى لا يتحول المجتمع إلى غابة، وحتى تستطيع المؤسسة أن تخدم الأفراد والأفراد أن يستجيبون للحكومة. فلما الثقة ما بين الأفراد وما بين هذه المؤسسات تنعدم، إحنا إذا مشكلة كبيرة تؤدي إلى فقدان مثل ما قلنا، مثل ما التشبيه الرائع اللي ذكره البروفيسور كارل، راح نفقد الزيت، الزيت اللي نظم العلاقة مال اللي التروس مال العجلة مال المحرك. لما ماكو زيت تصبح الخشنة، وبالتالي يصبح الاصطدام موجود وممكن جدا. زين، أنا ما أحتاج أن أقدم كثير من الأدلة على نتائج فقدان الثقة السياسية أو على أنه كيف العراقيين فقدوا الثقة بالمؤسسة السياسية. راح أعطيكم أمثلة هي تبين لكم من المظاهرات الأخيرة سواء في العراق أو في لبنان. خلونا نشوف هذه الفيديوهات. سواء بالعراق أو بلبنان حتى الشعار موحد، شلع قلع أو كل ما الكل، كل الطبقة السياسية لا يوجد بها ثقة. ليش هذا الشيء صار؟ ليش أو شنو الدلائل مال هذا الموضوع؟ خلونا نشوف شنو النتائج لما تكون عندنا الثقة السياسية ناقصة في مجتمع ما. راح يصير عندنا فقدان ثقة بالعملية السياسية، راح يصير عندنا عدم استقرار سياسي، راح تصير عندنا زيادة في احتمال ظهور التنظيمات المتطرفة. كل هذه الأشياء موجودة لو ما موجودة
موجودة بالتأكيد. ما ظهرت عندنا تنظيمات متطرفة؟ نعم ظهرت. ما 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 صار عندنا عدم استقرار سياسي؟ نعم ما عندنا استقرار سياسي. فقدان ثقة بالعملية السياسية؟ سمعتوا الناس شو تقول عن العملية السياسية. إذا النتائج مال الفقدان الثقة على المستوى السياسي هي نتائج وخيمة وخيمة وخيمة. خلينا نشوف بعض هذه الأرقام راح نطلعها ووراها أتناقش ويا البروفيسور كارل عن هذه الأرقام. أول شيء خلونا نشوف الثقة بالأحزاب السياسية. 87% من العراقيين ما يثقون بالأحزاب السياسية. إذا أخذنا نسبة اللي ما جاوبوا ويعني قالوا لا نريد الإجابة، أو نسبة العراقيين المنتمين للأحزاب السياسية وهي نسبة بين 2-3%، إذا معناته تقريبا عدا ذول 2-3% كل العراقيين تقريبا ما عندهم ثقة بالأحزاب السياسية. زين البروفيسور كارل أظهرت للتو هنا المخطط حول الثقة، الثقة بالأحزاب السياسية وعلى المستوى السياسي في العراق، والذي هو من الواضح منخفض جدا جدا. ما الذي يمكن أن يكون من تبعات لمثل هذه الثقة المنخفضة أو لمثل هذا المستوى المنخفض من الثقة بالعملية السياسية؟ يمكن أن يكون هناك عدة تبعات، معظمها تكون سلبية عندما يتعلق الأمر بالثقة المنخفضة بين الناس وبين علاقاتهم وبين الثقة السياسية. الثقة السياسية نرى عادة الناس يتوقف عن التعاون مع الحكومة بشكل متكرر، يتوقف عن دفع الضرائب، يتوقف عن إقامة الخدمات المدنية، أحيانا يتوقف عن التصويت. ولكن أحيانا عندما يكون هناك فقدان في الثقة لا تستطيع الحكومة استعادة هذه الثقة، ويبدأون بالاحتجاج، وأحيانا يتضمن هذا الاحتجاج بعض العنف ضد الحكومة لأنهم لا ينظرون إلى الحكومة أنها ستساعدهم في المستقبل. يفقد الأمل في هذه الحكومة عندما تقل الثقة بالحكومة، وهذا أمر من الصعب استعادته. من الممكن أن يكون له تبعات سلبية جدا فيما يتعلق بالثقة. لا أستطيع أن قاطعك هنا سيدي، كما فهمت الأمر منك أن هناك مثل سلم للتبعات، تبدأ بعدم التطور أو عدم المشاركة بالعملية السياسية، بما في ذلك عدم المشاركة بالانتخابات، والذي حدث فعلا في العراق لسوء الحظ. ثم بعد ذلك المستوى الثاني سيكون أو ربما يكون الاحتجاجات، والذي يحدث حاليا. بعد ذلك تكون هناك خطوة تالية إذا لم تكن الحكومة قادرة على التفاعل أو أن تفهم هذه الديناميكية. ربما نصل إلى المستوى التالي، والذي هو مستوى سيء جدا ونحن لا نريد أن نصله، والذي هو العنف. فهل فهمي صحيح؟ نعم بالتأكيد. والخطوة من المظاهرات أو الاحتجاجات إلى العنف بالعادة يكون له علاقة باستجابة الحكومة، فإذا ما كانت الحكومة تستجيب لهذه الاحتجاجات بالعنف، هذا يزيد احتمالية أن الاحتجاجات ستنتقل إلى باتجاه العنف، لأن الأمر المهم الذي يجعل من الاحتجاجات تحدث هو أن الناس لديهم هذا الحق الشرعي، وإذا ما استخدمت الحكومة العنف ضد المتظاهرين أو المحتجين السلميين، هذا سيجعل من العنف شرعي ولبعض الناس ضروري، لأنهم يعتقدون أنهم بهذه الطريقة يحمون أنفسهم. إذن
اللي دي ذكره البروف كارل جدا 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 مهم وينطبق حاليا على وضعنا. يعني اللي دي يقوله انه لما تفقد الثقة مع الطبقة السياسية أو مع العملية السياسية شنو اللي يصير؟ أول شيء أكو عندنا تدرج راح يصير باستجابة الشعب. أول شيء اللي راح يصير هو التوقف عن المشاركة بالنظام السياسي، وهذا إلى عدة مظاهر. يعني مثلا الناس ما تكون مخلصة بعملها، الفساد يكون مشروع بالنسبة لها لأن النظام فاقد لشرعيته، لا تشارك بالعملية السياسية. بالله مو هذا كله صار عندنا لو ما صار؟ لا قصدي لا تشارك بالانتخابات، صار عندنا لو ما صار؟ صار. المشكلة لما تكون عندك حكومة أو طبقة سياسية غير قادرة على قراءة هذه المؤشرات الخطيرة وتتجاهلها، إيش راح يصير؟ راح يتصعد الموضوع إلى المستوى الآخر اللي صعد عندنا، وهي الاحتجاجات أو التظاهرات. صارت عندنا تظاهرات، زين شنو المستوى الثالث؟ من تصير التظاهرات ويتم تجاهل المطالب، إيش راح يصير عندنا؟ راح يتصعد الموقف إلى موقف عنف، وإحنا هذا كل ما نريده، لا نريد أن نصل إلى هذا المستوى. لكن إذا مدى يفتهمون الناس اللي بيدهم القرار، إحنا نريد نفهمهم يا جماعة ترى هذه العملية اجتماعية سياسية طبيعية راح تتدرج بهذا الشكل، ويمتى مثل ما يقول البروف كارل هذه يتفاقم الوضع أكثر؟ لما تبتدي الحكومة تمارس العنف ضد المتظاهرين، إيش راح يصير؟ راح تنطي شرعية، الحكومة راح تنطي شرعية للمتظاهرين أن يمارسون العنف، وهذا اللي ما نريده. إحنا نريد استجابة سلمية، لذلك لازم نفهم هذه الديناميكية، لازم نفهم أنه على الحكومة أن تستجيب بطريقة عقلانية لما يحصل في الشارع، لأن هذه عملية سياسية اجتماعية طبيعية متصاعدة، إذا ما قدرنا ننفسها أو نفرغها من أسبابها. أسأل الله أنه الرسائل توصل إلى متخذي القرار بشكل واضح. زين شنو المؤشرات؟ ما هي المؤشرات على فقدان الثقة؟ احنا قلنا أهمية فقدان الثقة في العملية السياسية شنو النتائج مالتها؟ زين واحد يسألني يقول لي منقذ شنو دلائلك انه اكو فقدان ثقة بالعملية السياسية؟ خلونا نشوف هاي الارقام. قلنا الثقة بالاحزاب السياسية، الثقة بالحكومة العراقية، 20% فقط من العراقيين يثقون بالحكومة السياسية. طبعا على مستوى الجنوب هذه تقل، فقط 15% يثقون بالحكومة. بعد لاحظوا احنا هنا قسمناهم الى شيعة وسنة وكرد. بالله شوفوا لي الخط الازرق اللي ديت ناقص اللي هو يمثل الشيعة من 2012 الى اليوم. الشيعة او في العراق كان 60% من عندهم سنة 2012 عندهم ثقة بالحكومة، تقريبا ثلثيهم عندهم ثقة بالحكومة. شوفوا شقد نزل، شوفوا شقد نزل، شقد احنا اليوم، اليوم احنا 15% فقط، 15% فقط. بعد رقم اخر، الثقة برئيس الحكومة 26% فقط الثقة، فقط ربع، واحد من كل اربعة من العراقيين فقط يثق برئيس الحكومة، والنسبة تهبط عندما نوصل الى موضوع الشيعة 24% فقط. طيب بعد الثقة بالبرلمان دائما ضعيفة، دائما من تأسست الحكومة أو الأول برلمان لحد يومنا هذا دائما ضعيفة، من 2004 عندنا 21%، 2018، 2019 17%، أقل من واحد من كل خمسة من العراقيين يلا يوثق بالبرلمان. طيب بعد الثقة القضاء، القضاء المصيبة الكبرى لما يكون عندك انت القضاء اللي هو المفروض يحرس كل شيء ويراقب كل شيء ويفصل بين الناس، الثقة بالقضاء شوفوا التنازل الرهيب، كان بال 2014 68% من الشيعة يثقون بالقضاء، اليوم ايش قد احنا؟
25%، الكرد 35% كانوا اليوم 19% يثقون بالقضاء. السنة دائما الآن هم شوية صعدت عند السنة الثقة بالقضاء. إذن الثقة بالمؤسسة القضائية أيضا منتهية. بعد المؤسسة الدينية، هذه المؤسسة اللي هي صمام المفروض الأمان للمجتمع، باعتبار أنه دائما مجتمع مثل المجتمع العراقي المؤسسة الدينية تمثل فيه صمام أمان مهم. شنو اللي صار بيها؟ شوفوا التآكل في مستوى الثقة من 80% بسنة 2004 الآن 41% فقط من العراقيين يثقون بالمؤسسة الدينية، فقدت نصف مشروعيتها، العفو نصف الثقة بها المؤسسة الدينية. المؤسسة الوحيدة اللي عندنا بها ثقة شن هي؟ اللي هو الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الأرهاب، هذه فقط اللي عندنا ثقة بها. ومع هذا اللي سواه أو اللي سوته الحكومة راحت على هذه المؤسسة الوحيدة اللي باقيتنا يثقون بها الناس، وإجت وطلعت أو عزلت الفريق الساعدي من عدها، مما أدى إلى تفاقم المشكلة أكبر. راح أناقش هذه الأرقام بالفاصل القادم أو بالجزء الثالث والأخير مع البروفيسور كارل، أبقوا ويانا. مرحبا مرة ثالثة، احنا نناقش موضوع الثقة بالنظام السياسي او بالمؤسسات السياسية في العراق، وعرضت لكم ارقام تراويكم ايش قد انخفضت هذه الثقة. ملخصها ان الانخفاض في الثقة بالمؤسسات السياسية كان كبير، بل كبير جدا، وانه اكثر الناس اللي او اكثر فئه بالمجتمع، اكثر شريحه في المجتمع عانت او صار عندها هبوط في هذه الثقه هم العراقيون الذين يسكنون في جنوب العراق. طيب نريد نشوف ليش، شنو الاسباب اللي خلت هذا التناقص الكبير في الثقه السياسيه بالذات ما بين الأفراد الجنوب. راح نحكي عن موضوع مهم جدا هنا، وأنا تطرقت له سابقا. يمتى تزداد حدة التوتر عند الناس؟ لمن توقعاتهم لا تتطابق مع الواقع. يعني العراقيون في الجنوب تصوروا بعد سقوط النظام السابق أن حياتهم ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه سابقا، فحجم توقعاتهم كان عالي
جدا. خلينا نشوف شقد كان حجم التوقعات اللي موجودة عند العراقيين وبالذات في الجنوب نحو النظام السياسي ونحو تحسن الحياة عندهم. خلينا اللي وراء. نعم، شوفوا هذا الاستطلاع احنا اجريناه بسنة 2004 بـ30 بشهر الخامس قبل نقل السلطة من سلطة الاحتلال CPA الى الحكومة المؤقتة. قلنا سألنا العراقيين في ذاك الوقت بـ2004 هل تعتقد أن نقل السلطة إلى الحكومة العراقية المؤقتة اللي ترأسها آنذاك الدكتور علاوي، تعتقد أن الأمور سيجعل الأمور في العراق تتحسن أو تزداد سوء أو تبقى مثل ما هي عليه؟ لاحظوا مثلا، لاحظوا في البصرة 80% يقول لك راح تتحسن، في الحلة 83% يقول لك راح تتحسن، في الديوانية 85% يقول لك الأمور راح تتحسن. هون بعد الرقم الثاني زين، على مستوى العائلة مو على مستوى العراق سألناهم، على مستوى العائلة تعتقد أن الأمور راح تتحسن عندك؟ شوفوا بـ2004 من سألناهم، شوفوا الخط الأزرق، شوفوا الخط الأزرق، بالحلة تقريبا 85%، بالديوانية تقريبا 85% يقول لك الأمور راح تتحسن. فمستوى التوقعات كان عالي جدا جدا أمام الناس. لما يكون عندك مستوى التوقعات عالي والواقع لا يتطابق مع مستوى التوقعات يحصل ما راح أناقشه ويا الدكتور كارل الآن. بروفيسور كارل. نعم، نحن هنا نناقش أسباب المستوى المنخفض للثقة بالعملية السياسية، وواحدة من الأمور التي ذكرتها هنا هو أن العراقيين وخاصة هؤلاء الذين يعيشون في الجنوب كانت لديهم توقعات عالية جدا. أنا أظهرت بعض الأرقام التي حصلنا عليها من استفتاء قمنا به في 2004، وسألنا العراقيين إذا ما كانت الأمور ستتحسن، أكثر من 85% كانوا يتوقعون التحسن في حياتهم. أنا أريد منك فقط أن تسلط المزيد من الضوء على تبعات مثل هذه التوقعات العالية. التوقعات العالية أو التوقعات العالية لمستقبل إيجابي يمكن أن تكون شيء جيد جدا على المستوى أو على المدى القصير، لأن الناس يريدون أن يشاركوا في الانتخابات وفي العملية السياسية، وعندما تكون هذه عندما يتم لا يتم تلبية هذه التوقعات يكون هناك تبعات سلبية والفجوة بين هذه التوقعات وبين ما يحصل عليه الناس حقيقة. إذا ما كانت هذه الفجوة كبيرة فهذا ينشئ الإحباط وربما الغضب وربما حتى العنف. واحدة من أكثر التفسيرات شيوعا لماذا يثور الناس ضد الحكومات هو أن الحكومات لا تقدم ما يتوقع الشعب منهم أن تقدمه. مثلا الأمن، إذا أخبرت الحكومة مواطنيها أنهم سيكونون بأمان وأنهم يستطيعون الذهاب لأعمالهم دون أن يقلقوا حيال السرقة أو أمور أخرى أو يتم استغلالهم أو الإساءة إليهم، فسيثور أو سيغضب الشعب إذا لم تكن الحكومة قادرة على تلبية أو تنفيذ هذه التوقعات. نفس الشيء يمكن أن يحدث من الناحية الاقتصادية، إذا لم يحصلوا على بعض التوقعات الاقتصادية هذا يمكن أن
أن ينشئ الإحباط والغضب. وواحدة من الأمور المهمة التي يمكن أن أذكرها هنا هو أن الناس يتوقعوا أن يتم احترامهم أو التعامل معهم باحترام من قبل الحكومة، ويعتقدوا أن الحكومة لن تكون عادلة إذا لم تعاملهم بالتساوي أو أن تعاملهم بعدم احترام وبإذلال. هذا يمكن أن يولد مشاعر من الغضب والإحباط. وحقيقة كل هذه الأمور التي تحدثت عنها مع بعضها البعض، لأن الناس يمكن أن يشعروا بالإذلال وعدم الاحترام، لأن الحكومة لا تقدم لهم أمورا مثل الأمن أو المخرجات الاقتصادية. هذا يمكن أن يؤدي إلى الاحتجاجات وفيما بعد إلى العنف. شكرا. إذن اللي أشار له هنا نقطة مهمة البروفيسور كارل، أنه إيش قد تأثير التوقعات. تذكرون أنا أكثر من مرة أعيد وأكرر هذا الموضوع، إحنا سلوكنا الاجتماعي عادة محكوم بتوقعاتنا مو بالوقائع. يعني لما الأفراد يتوقعون أشياء عالية، لما الأفراد يتوقعون أنه حياتهم ستصبح ممتازة وحياتهم ستكون سعيدة وحياتهم ستكون جيدة وأنهم سيعاملون باحترام وإلى آخره، هنا هذا المستوى من التوقعات ايش راح يجعلهم؟ راح يجعلهم أكثر مشاركة في العملية السياسية. وأنطيكم مثل، ايش قد من العراقيين شاركوا بالانتخابات الأولى؟ قارنوا أول انتخابات مع آخر انتخابات، شوفوا نسبة المشاركة ايش قد هبطت. ايش قد من العراقيين شاركوا بالاستفتاء، أنا أحكي بالجنوب، على الدستور؟ تقريبا غالبية عظمى. الآن ايش قد بآخر انتخابات شاركوا؟ هذه المؤشرات للأسف لم نلتقطها، لم نلتقطها كطبقة سياسية، لم تلتقط هذه المؤشرات الواضحة على عزوف الناس عن العملية السياسية، والتي تدلل أن مستوى توقعاتهم لم يتم الإيفاء به أو لم يتم الوصول له. وبالتالي لما تسأل الناس الأمور بالعراق دا تتحسن لو دا تسوء، شوفوا شو يقولون، شوفوا شو يقولون، خلونا نشوف شو يقولون. العراق بالاتجاه الصحيح لو الخاطئ؟ لاحظوا بالله عند الـ 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 الشيعة اللي هو هذا الخط البنفسجي، شوفوا بالألفين وأربعة اللي قلنا عليه، لما كانوا يتوقعون حياتهم أفضل مثل ما راويناكم، إنه حياتهم راح تكون أفضل، حياتهم راح تكون أحسن، لاحظوا وين كانوا. تقريبا ثلثين الشيعة يقولون نحن نسير بالاتجاه الصحيح، العراق يسير بالاتجاه الصحيح. شوفوا اليوم، شوفوا اليوم، فقط 19% من الشيعة الذين يقولون أنه نحن بالاتجاه الصحيح. هذا يدلل على أنه الناس محبطة، الناس محبطة، وبالتالي من تخرج للشارع لأنها محبطة ولأنها لم تعد تثق بالعملية السياسية، ولأن العملية السياسية لم تستجب لمستوى التوقعات الذي كانت تشعر به. إذن إحنا بالعراق دنواجه مشكلة توقعات، دنواجه مشكلة فجوة ما بين ما يشعر الناس أنه يجب أن يحصلوا عليه باعتبارهم بلد نفطي، باعتبار أنه الآن صار الحكم بيدهم، باعتبار أنه صاروا بلد ديمقراطي، باعتبار إحنا رفعنا في بداية الأمر في السنين الأولى من التغيير رفعنا من مستوى توقعاتهم، صعدناها، وبعدين إجا النظام السياسي لم يعطي أي شيء أو لم يوازي هذه مستوى التوقعات. ولذلك لن يكون هناك استقرار في العراق، خذوها مني، لن يكون هناك استقرار في العراق ما لم يقم النظام السياسي
بالوصول إلى مستوى التوقعات التي في ذهن المواطن العراقي. هذه مسألة مفروغ منها عالمياً. أريد أتوجه بسؤال أخير إلى البروف كارل. بروف كارل. بروف كارل. Last question. السؤال الأخير. Can we say that هل نستطيع أن نقول أن التوقعات إذا لم يتم تلبيتها سنرى المزيد من عدم الاستقرار في العراق؟ نعم بالتأكيد، لأن التوقعات إذا لم يتم تلبيتها فإن الناس سيتوقفوا عن تصديق ما يقوله السياسيون كما قلنا قبل ذلك، سيفقدوا الثقة ثم ينظروا إلى بدائل، وما أن ينظروا أو يبحثوا عن بدائل، بعض هذه البدائل قد تكون خارج النطاق ويمكن أن تكون خارج النظام تماما. رأينا هذا في التاريخ قبل ذلك، مثلا في ألمانيا في العشرينيات وبداية الثلاثينيات، الناس فقدوا ثقتهم بالنظام السياسي، فقدوا ثقتهم بالأحزاب السياسية، وبدأوا يبحثوا عن بعض البدائل، والبعض منها كانت متطرفة، وهذا أدى إلى عدم الاستقرار وأدى إلى الدكتاتورية. أنا آمل أن تتفاقم الأمور في العراق، ولكن هناك إشارات واضحة أن متوسط العراقيين ليس لديهم الثقة والإيمان بالعملية السياسية، وفقدوا الثقة بالأحزاب السياسية، ولذلك فإن الناس غاضبين، هم في الشوارع ويبحثون عن البدائل، وهذا كله يؤدي إلى عدم الاستقرار. والسؤال الجيد هنا، إذا ما فقد الناس الثقة بالنظام السياسي، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ هل هناك بدائل يمكن أن تحل محل النظام السياسي الحالي؟ وإذا ما كانت هناك، يمكن أن تؤدي أحيانا إلى أمور فوضوية. شكرا البروفيسور كارل، شكرا لحضورك معنا، وأنا حقيقة أقدر عاليا وقتك الثمين وحكمتك، شكرا لك من دواعي سروري. شكرا. جملة أخيرة، عبارة أخيرة أرد أختم بها، أرد أخذها من البروف كارل اللي ذكرها الآن. الشعب عندما لا تتم ملاقات توقعاته فإنه سيبحث عن بدائل، وهذه البدائل أحياناً تكون بدائل عنيفة، أحياناً تكون بدائل دكتاتورية، أحياناً تكون بدائل تؤدي إلى مستقبل مظلم. وهذا اللي ذكره عن اللي حصل في ألمانيا في الثلاثينات، عندما فقد الألمان ثقتهم بالنظام السياسي، انتخبوا منه، ومنه جابه؟ وجابه هتلر اللي قادهم إلى كارثة الكوارث. إخواني، أساتذتي، أعزائي، يا من بيدكم القرار الآن. أنا ما أعرف الآن ما تبث الحلقة شنو اللي راح يصير من أنا إلى أن يبث الحلقة، لكني أقول لكم من شخص خبير في هذا الموضوع، أقول لكم إنه العملية السياسية برمتها في خطر. لا تعتقدون إنه الموضوع يخص خدمات، ولا تعتقدون إنه يخص بطالة. هذه المرحلة قد تم تجاوزها، مثل ما قلنا أكو تصاعد صار، النظام كله مهدد بالخطر، وهذا اللي ما نريده. لأن بصراحة أنا بالنسبة إلي أعتبر أنه وجود نظام ديمقراطي يتيح للناس الحرية بالحديث وممارسة الحريات مهم جدا، وهناك كثير مما موجود حتى في الدستور الحالي على علاته ومشاكله ومصايبه اللي جاب لنا اياها باشياء جيده. لا تخلونا نفقد كل شيء، ارجوكم اسمعوا لصوت العقل، ارجوكم اسمعوا لصوت المتظاهرين، ذولي اولادكم، ذولي مو اعدائكم، حاولوا تفهمون. وانه اللجوء الى الطرق التقليديه، الى الحلول التقليديه، الى الحلول الترقيعيه
لم يعد ممكنا، لا يمكن أن يستمر النظام بدون عملية جراحية كبرى حتى مو صغرى. شكرا لكم أصحاب المعالي والسيادة والفخامة، نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله.